صباحكم خير وسعادة وفرح، أهلا بيكم في صباح أون تايم، ولكن النهاردة من مدينة العالمين الجديدة. الحقيقة لما بنقول مصر ما بنقولش مصر فيها حاجة حلوة بس، مصر فيها حاجات حلوة كتير قوي، بداية من مدينة العالمين الجديدة اللي بنسعد مع حضراتكم وبنفتخر وبنستمتع بكل الأجواء السعيدة اللي موجودين معاكم فيها النهاردة، علشان بس نوريكم نبذة صغيرة جدا عن كل اللي والجهد الكبير جدا اللي اتبذل بصراحة على مدار 4 سنوات علشان نشوف المشهد الرائع ده. لما بنتكلم على مدينة العالمين الجديدة بنتكلم على من بداية كده من مدينة الألغام لمدينة البهجة، انك انت تعمل ده في 4 سنين ويكون عندك تحدي كبير جدا، ان يكون عندك شغف انك تطلع حاجة على مستوى يليق بكل المصريين، على مستوى يليق بانك تشرف بلدك وتشرف مصر امام العالم كله. لما بتقول انك بتنافس بتنافس نفسك، علشان التحدي كان كبير قوي. النسخه الاولى من مهرجان العالمين شفنا متعه، شفنا بهجه، شفنا فخر، اعتزاز. النسخه الاولى، النسخه الثانيه دي عندنا تحدي كبير جدا. والحقيقه لو اتكلمت معاكم على تفاصيل كتير جدا بخصوص مدينه العالمين الجديده، هبتدي بدايه كده من انطلاق مهرجان العالمين الجديدة اللي شفنا واستمتعنا بانطلاق المهرجان بداية من يوم 11 يوليو، واللي هيمتد معانا لمدة 50 يوم من دلوقتي لحد ما بنقول ان احنا هنشبع، ولسه هيكون عندنا شغف ان احنا السنة الجاية ان شاء الله نقدم افضل واحسن. ليه؟ لان المصريين يستحقوا، ودايما بنقول مصر لسه عندها حاجات كتير قوي بفنها وبثقافتها وبالجانب الترفيهي وبالجانب الرياضي، القوى الناعمة كلها. حقيقي يا جماعة لما بنقول القوى الناعمة ليها سحر خاص وليها تأثير خاص على كل حاجة. وطبعا لو ابتدينا معاكم زي ما بنقول كده بالسكادجول ان شاء الله، او الامور اللي هتكون على مدار المهرجان كله، التفاصيل المهرجان كله، هنقول الانطلاقة حدثت بالفعل من يوم 11 يوليو، وكانت البداية مع الفنان مدحت صالح، مع طبعا الاعلامية القديرة الاستاذة منى الشاذلي اللي كانت في افتتاح المهرجان، وشفنا مع حضراتكم حفلة رائعة جدا. طبعا الحفلة دي كانت في المسرح الروماني في المدينة التراثية، استمتعنا، شفنا النجم الكبير مدحت صالح، أغاني اللي اعتدنا عليها كل الأجيال، شافت طبعا الضغط الكبير والإقبال الكبير على الحفلة. مش بس كده، كمان استمتعنا بالحضور والإقبال والمتعة انك انت تشوف النجم معاك لايف. انا عايز اقول لكم ان الحفلات اللايف دي بيكون لها مذاق خاص وبيكون لها متعة خاصة جدا. طب هروح معاكم بقى لتاني يوم، وهو كان الانطلاقة الكبيرة جدا ايضا للكينج محمد منير. امبارح شفنا واستمتعنا في اليو ارينا، هتوقف معاكم شوية على اليو ارينا، وهو المسرح الجديد او الارينا الجديدة طبعا الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية اللي بنقدم لهم كل التحية والتقدير، واللي قدروا يقدموا تطور كبير جدا في كل شيء، بداية من تطور المهرجان، السعي ان يكون في اقبال أكبر، إنك تكون بتوصل رسالة للعالم كله، إن يكون عندك زائرين من جميع دول العالم. أنت هنا مش بتخاطب المصريين فقط، بتخاطب طبعا الأجانب، بتخاطب الأخوات الإخوة العرب، كل الناس لازم تكون عارفة قيمة وقدر الجهد الكبير جدا اللي اتبذل علشان يتقدم ده. اليو أرينا قدرت ان هي تستقبل طبعا الكينج محمد منير. استمتعنا امبارح بتفاصيل الحفل، لان الحفل كان فيها تركيز كبير جدا على الجانب الفلسطيني، وكل التحية والتقدير ان احنا نشوف في النسخة دي، النسخة الثانية من مهرجان العالمين الجديدة، العالم الفلسطيني بيرفرف جنب العالم المصري. وشفنا المبادرة الرائعة من جانب المسؤولين من المتحدة طبعا، ان هم يكونوا حريصين ان اخواتنا في فلسطين وفي غزة يكونوا دايما معانا، نكون بنشاركهم حتى في عز فرحتنا وفي عز يعني بهجتنا واللحظات السعيدة اللي بنعيشها من نجاح كبير جدا مصرنا الحبيبة قدرت ان هي توصل له، ما بننساهمش. قدروا ان هم يخصصوا 60% من العائد الخاص بالمهرجان طبعا الاخوة في فلسطين. وهنا لما بقول فلسطين مش فقط ان يكون تخصيص الجزء ده من المهرجان، لا، شفنا ده امبارح على المسرح، شفنا التراث والاغاني الفلسطينية، شفنا الفنانة
مدينة الوديدي اللي كانت حريصة ان هي طبعا ترجعنا للتراث والدبكة الفلسطينية، ودي من الحاجات الرائعة جدا اللي عشناها وشفناها. وطبعا مع النجم بقى الكبير محمد منير، الحياة بيعرف يعمل الميكس ده وبيعرف يعمل التوليفة الرائعة دي بالثقافات، راجل معروف عنه. بنتكلم عن البشرة السمراء وبنتكلم عن الروح المصرية، ونشوف بقى الحرص ده من الفنانين ان يكون في تقديم لده بشكل رائع يليق باسم الدولتين، طبعا دولة فلسطين العزيزة الحبيبة والأشقاء، وكمان أيضا مصرنا اللي بتقدم الفنون في أروع وأبهى صورها الراقية اللي تستحق المتابعة من كل المصريين. أروح معاكم بقى لمجموعة كده من الحفلات إن شاء الله هنكون على موعد معاها خلال الأيام القادمة. القيصر قادم الساهر، الحقيقة إنه القيصر قادم الساهر يعني افتقدناه بقالنا فترة كبيرة جدا، هنشوفه وهنستمتع بيه يوم 18 يوليو بإذن الله. هتكون الحفلة على مسرح العالمين، والتذاكر هتكون إن شاء الله موجودة طبعا على موقع تذكرتي حتى دي اللحظة، زي ما حضراتكم شايفين لما تدخلوا وتتابعوا هتلاقوا التذاكر موجودة بالفعل. وغير كده كمان هتقدروا إن أنتوا تختاروا الفئة اللي أنتوا عايزينها للحفلة. روح معاكم كمان لحفل نجم الجيل الفنان تامر حسني. تامر حسني دايما بيكون معودنا على ان احنا نشوفه في مهرجان العالمين، استمتعنا بيه في النسخة الاولى وهنستمتع بيه باذن الله في النسخة الثانية، ودايما بيكون ليه عشاقه من كل مكان بيقولوا كده زي الكينج محمد منير، طبعا باختلاف الاجيال. يعني لما بنقول نجم الجيل تامر حسني بيجيله الفئة بتاعته ومحبينه من كل مكان، ولكن الكينج محمد منير بيقولوا عشاقه أيضا العبر الأجيال كلها. فهنشوف التوليفة دي والحرص الشديد من كل المصريين إن هم يكونوا متواجدين في كل الحفلات، والحقيقة إن احنا بنستمتع بالمشهد ده وبالإقبال التاريخي ده. تعالوا نروح معاكم بقى لحفلة تانية من أجمل الحفلات اللي هنستمتع بيها، وهي حفلة الفنانة ماجدة الرومي. الفنانة ماجدة الرومي اللي اعتدنا عليها دائما ان هي تكون متواجدة في الساحل الشمالي، ولكن بعد موت هتكون متواجدة معانا في مدينة العالمين الجديدة، مدينة السحر، الجمال، المشهد الرائع اللي بنشوفه وبنستمتع بيه مع حضراتكم. المشهد ده ما يتفوتش ابدا، صدقوني بتكلم معاكم على فعاليات كبيرة جدا في الشرق الاوسط، فعاليات ترفيهية، فنية، رياضية، كل الثقافات وتلاقي الثقافات هتكلم معاكم عليها طبعا مع عدة المهرجانات اللي هتكون متواجدة عندنا. مجموعة من المهرجانات، حوالي 5 مهرجانات داخل مهرجان واحد وهو مهرجان العالمين الجديدة. تعالوا نطير سريعا معاكم من داخل أيضا العالمين الجديدة مع الزميل العزيز عمرو مختار علشان نعرف منه آخر الأخبار والاستعدادات للحفلات القادمة وأيضا الفعاليات الخاصة الرياضية والترفيهية في مهرجان العالمين. برحب بيك يا عمرو، صباح الفل عليك. صباح الفل عليك يا فرح، صباح الفل على كل مشاهدينا والعالم عالمين. وما يعني انت موجودة في العالمين اهو، شفت السحر والجمال وشفت النظام وشفت الطرق عاملة ازاي والشواطئ والبحر والجو الجميل. خليني اقول لك وانا متواجد حاليا يمكن مجموعة كبيرة قوي من السياح الاجانب اللي عمالين يتصوروا امام البحر وعلى الابراج، شيء مبهج، شيء جميل جدا جدا جدا. انا اقول لك المهرجان بقى يمكن بدأ يوم الخميس بحفلة كده في افتتاح التراث، التراث الكبير اللي معمول جديد، التراث المسرح الروماني، يعني الفنان الكبير مدحت صالح وأغانيه الوطنية وأغانيه بقى اللي الناس تفاعلت معاه بشكل كبير جدا. كان فعاليات أيضا الطيران الشراعي اللي كان موجود بيطير حوالين البحر والناس عمالة تصور والناس ما فرحانة والناس شيء من البهجة الكبيرة جدا جدا جدا. خليني اقول لك النسخه الاولى من المهرجان العام اللي في الماضي يعني خلت ونجاحها الكبير جدا جدا خلت اداره المهرجان ان هي محطوطه في ضغط جديد، هتعمل ايه الجديد. يمكن عندنا المهرجان بدا من يوم الخميس، فيه هيكون اكتر من 300 فعاليه، والمهرجان منقسم الى 5 مهرجانات: مهرجان الموسيقى، مهرجان الترفيه، مهرجان الرياضه، مهرجان الطفل،
مهرجان الطعام. خليني اقول لك بقى، مهرجان الموسيقى ده اللي هو الاغاني، وبدات الحفله امس بحفله النجم الكبير الكينج محمد منير اللي كان عليها عدد كبير جدا جدا جدا، واول ما التذاكر اتطرحت على طول، يمكن شركه تذكرتي طرحت على طول، ما كملتش اكتر من ربع ساعه وانتهت الحجوزات. كان اعداد كبيره جدا جدا، الناس داخله امبارح، يعني ناس كانت بتقلد محمد منير واقفه بره، الناس كانت مبسوطه، شيء جميل جدا جدا. كان ايضا يمكن الحفله ابتدت بعد مباراه الاهلي وبيراميدز، كانت الشاشات عارضه المباراه، الناس قاعده بتتفرج بتستمتع بالمباراه، بعدها على طول استمتعوا بالكينج محمد منير. عندنا ايضا في الموسيقى طبعا هيكون مفاجآت كبيرة جدا جدا جدا، مش مقتصرة بس على حفلات اللي هي بالفلوس اللي انت تخش بتكت، لا، هناك هيكون حفلات مجانية، حفلات بسيطة جدا بمبالغ بسيطة جدا للناس اللي عايزة تيجي للعالمين وتتفرج وتشارك وتتبسط. أيضا الحفلات هيكون الفنان عمرو دياب موجود، الفنان تامر حسني، الفنانة ماجدة الرومي، الفنان كاظم الساهر، هيكون أيضا في المسرح الروماني حلقة مهمة جدا جدا للأستاذة سعاد يونس، وهيكون إحياء بقى للفنان الراحل عمار الشريعة وموسيقى مختلفة. هنشوف حاجات مختلفة جدا جدا في المهرجان هذا الموسم. مهرجان بقى الرياضه يمكن هتكون هناك الخميس القادم ان شاء الله مباراه الاساطير الكره، اساطير النادي الاهلي واساطير النادي الزمالك، المباراه اللي يعني الناس كتير هنا جدا جدا بتتساءل عليها، مين اللي جاي، مين النجوم اللي جايه، مين اللي هيشارك من النجوم. يمكن عدد كبير جدا من نجوم النادي الاهلي ونجوم نادي الزمالك هيشاركوا في هذه المباراه. هتكون فعاليات رياضيه ايضا، هتكون هناك كره طايره، كره سلة، هيكون كل هنا بدل، هيكون يعني الملاعب الموجودة في الفيست اريا هنا في مجمع الملاعب على البحر. خليني اقول لك الفعالية بتنتهي مثلا بتبدأ الساعة 8 الصبح تخلص الساعة 1. من حقك انت كزائر لمدينة العالمين جاي تتفسح تخش تأجر ملعب البدل، تخش تأجر ملعب كرة خماسي موجود على البحر، ملعب الطايرة، ملعب السلة، كل اللي انت عايزه متاح ليك. تعالى بقى نخش على الحاجة المهمة جدا جدا، هي مهرجان الطفل أول مرة تحصل في المهرجانات، حتى في المهرجانات العالمية ما حصلتش. مهرجان الطفل يمكن سباق للأطفال، سباق ألعاب، مسابقات كورة للأطفال، مسابقات جري، كل ما يخص الطفل أيضا موجود هيكون داخل المهرجان. مهرجان الترفيه هيكون فيه جميع أنواع الترفيه، أيضا مهرجان الطعام. عندنا بقى الحاجات المهمة هنا داخل المدينة العالمين بقى والمهرجان والتجهيزات. يمكن كان ليا لقاء مع مجموعة من العمال، ازاي بتجهزوا، بتبدأوا من امتى، والله فرح بيتكلموا بحب، يعني بيقول لك احنا جايين هنا بنخدم بلدنا، احنا عايزين مهرجان العالمين يظهر بأحسن ما يكون وأحسن منظر. يمكن بيشتغلوا بحب، مش جاي هو يشتغل، جاي ياكل عيش وكل حاجة، لكن جاي يشتغل بيشتغل بحب. يبدأوا قال احنا بادئين من شهر 4 وشهر 5، في أواخر شهر 4 بنعمل كل حاجة بالظبط. يمكن هنا في مدينة العالمين اللي لوحظ ان النظام هو اللي سائد داخل المدينة، يمكن دخولك من بره خالص، بنشكر رجال المرور ورجال الامن، النظام اللي موجود، ازاي تخش، عايز تخش البحر ليك حاره معينه للعربيات، عايز تخش على السوق، كل حاجه يعني منظمه. يمكن يعني حتى دخول امبارح الجمهور كان بشكل اكثر من رائع في حفله الفنان الكبير محمد منير، كان دخول سلس جدا جدا جدا، الناس يمكن ما حستش باي مثلا تزاحم في مجمع، يعني الناس داخله بسرعه، الناس داخله، لا، الدخول كان بشكل بسيط جدا، في اقل من يعني ما اقولكيش 10 دقائق، يمكن ناس كتير قوي دخلت، 10,000 واحد اكتر من كده دخلوا شاهدوا الحفله. ايضا برضو المهرجان ممتد لمده 50 يوم زي ما انت عارفه يا فرح، هيكون داخل المهرجان مفاجآت اعلنت عليها اداره المهرجان، هيكون مفاجآت في كل حاجه،
مفاجآت بقى في زي ما قلت لك في مهرجان الرياضة، في مهرجان الموسيقى، حفلات هتكون على البحر، حفلات هتكون مسائية، حفلات هتكون في يعني بعد الظهيرة، هيكون الأجواء يعني أكثر من رائعة. الناس اللي عايزة تحضر مهرجان العالمين أو الناس اللي في أي حتة موجودة في مصر أو خارج مصر، زي ما قلت لك حاليا دلوقتي وأنا بكلمك يمكن قدامي الزوار السياح الأجانب بيشاهدوا البحر مبسوطين، يمكن قعدت أتكلم معاهم شوية عن زيارتهم للعالمين. الناس بتقول إحنا أول مرة نشوف نيجي العالمين، أول مرة نيجي نشوف الجمال والسحر، وقلت لهم بقى على البرنامج والبروجرام اللي هيتم وبتاع. يعني الناس كانت جاية أسبوعين، لا بيقولوا إحنا ممكن نسافر ونرجع تاني ونقول أصدقائنا. يعني حاجة بصراحة الواحد مبسوط إن هو داخل مدينة العالمين وسحر مدينة العالمين. يمكن أقول لك برضو إن إدارة المهرجان خصصت شاطئ يمكن من أجمل شواطئ الساحل الشمالي أو في مدينة العالمين داخل المهرجان فري للناس اللي عايزه. انت بتخلص مثلا الفعاليه بتاعتك، عايز تنزل البحر بتنزل، عايز تخش بتعوم، بتعمل اللي انت عايز، كل حاجه بتعمله. لكن دي فرح يعني اجواء وبعض نبذه كبيره عن المهرجان داخل مدينه العالمين، وزي ما بنقول على طول العالم عالمين فرح. ولسه مكملين يا عمرو، وان شاء الله هنقدم نسخة احلى واجمل دايما من العالمين الجميلة، مدينة الجمال والسحر، والمدينة اللي احنا متواجدين فيها مع حضراتكم النهاردة علشان نقدم الصورة اللي يعني بنقدم لكم جزء صغير قوي قوي منها، لكن لما تيجوا هنا وتشوفوا حقيقة المشهد وجمال المشهد هتستمتعوا وتشوفوا يعني ايه جمال مدينة العالمين بكل تفاصيلها. طبعا عايز اتكلم معاكم على الجانب الخاص بمباراة النادي الاهلي وفريق بيراميدز بالأمس. لما بنتكلم عن الممشى السياحي داخل مدينة العالمين، هو أطول ممشى سياحي، والحقيقة أنه كل الناس بتجيله من كل مكان، مش بس الممشى السياحي علشان تكون متواجد آخر الممشى السياحي كده بتلاقي المنطقة اللي متواجد فيها النافورة دي، فيها شاشة أو شاشة عرض كبيرة جدا بتقدروا أن أنتم من خلالها تتابعوا كل الحفلات داخل اليو أرينا، وكمان تتابعوا كل المباريات والأحداث الرياضية والترفيهية على مدار المهرجان. شفنا واستمتعنا امبارح طبعا مباراة النادي الأهلي وفريق بيراميدز، اللي شفنا المشجعين في كل مكان في نفس التوقيت بيكون عندك يعني جولة فنية، انت بتشوف مباراة فنية ومباراة رياضية، الكينج محمد منير بيغني، وأيضا الاستعداد في نفس التوقيت والمباراة بتتلعب ما بين النادي الأهلي وبيراميدز. كل عشاق الرياضة والفن في كل مكان يجتمعون هنا في مدينة العالمين الجديدة. اللي انت بتحبه هتلاقيه، هتلاقي الشيء اللي انت عايز تستمتع بيه. شفنا طبعا المباراة اللي كان فيها شد وجذب كبير جدا ما بين النادي الأهلي وفريق بيراميدز، وقدر يفوز بيها النادي الأهلي بنتيجة 3 أهداف مقابل هدفين لفريق بيراميدز. بنبارك للنادي الأهلي لأن المباراة دي كانت بمثابة زي ما بنقول كده تحديد مصير الدوري. ولما اتكلمنا عن المباراة دي والاستعدادات ليها ما قبل المباراة، الكل كان حاطط ايده على قلبه زي ما بنقول، لأنها كانت مباراة الكل متخوف منها بتفاصيلها. البعض قال هتخرج بتعادل، البعض قال ان المباراه دي هتنتهي بفوز فريق منهم، ولكن شفنا قد ايه كلا المديرين الفنيين كان عندهم شغف كبير جدا ان هم يفوزوا بالمباراه. مستر مارسيل كولر قدر يدير المباراه بشكل رائع جدا، شفنا طبعا الهدف الاول عن طريق وسام ابو علي، الهدف الثاني ايضا عن طريق فيستن مايلي، وايضا بعدها شفنا وسام ابو علي من ضربه جزاء بيحرز الهدف الثاني، وبشفنا بعدها احمد سامي بيحرز الهدف الثاني لفريق بيراميدز، والناس افتكرت ان المباراه خلصت او انتهت بالتعادل بنتيجه 2، ولكن البديل محمد مجدي قفشه بينزل يغير الدنيا كلها، وبعد 5 دقائق من نزوله بيحرز الهدف الثالث وهدف الفوز للنادي الاهلي. بنبارك للنادي الاهلي مره ثانيه، والحقيقه تقدروا ان انتم تيجوا تستمتعوا بكل المباريات وتشوفوا كمان الفعاليات الرياضيه اللي متواجده هنا في مدينه العالمين. بالفعل الفعاليات الرياضية دي ابتدت وشفناها امبارح، وطبعا استمتعنا بالكرة الشاطئية في منطقة الألعاب بمدينة العالمين الجديدة، شفنا البيتش فوليو، وشفنا كمان الناس ازاي كانت حريصة، وكل المتابعين المحبين للألعاب الرياضية كانوا حريصين بالأمس ان هم يتواجدوا ويروحوا ويشجعوا في منطقة الألعاب داخل مدينة العالمين الجديدة. تعالوا نروح معاكم ونستمتع بالأجواء ونرجع لكم مرة ثانية.
عاملين شوية أنشطة لطيفة جدا، من ضمنها البطولات اللي بتتعمل للبيتش فولي بول، وهي لعبة من الألعاب يعني اللي احنا بنستناها من الصيف للصيف يعني، ومن الحاجات اللي الناس كلها لو مش بروفيشنالز بيحبوها، وكمان البروفيشنالز اللي موجودين معانا النهاردة واللي هيبقوا موجودين معانا في الويك اندز الشهرين اللي جايين ان شاء الله لحد يوم 2/8 كمان، المهرجان الكبير اللي هيبقى موجود لكل السليبرتيز وكل اللاعبين المحترفين هيبقوا موجودين معانا. عاملين يعني المكان هايل، انا يعني السيت اب تحفه بالنسبه لي، وكل الناس اللي جت النهارده عاجبها يعني كل التجهيزات اللي اتعملت من احسن الحاجات، الحاجات دي بتبقى موجوده بره وعندنا هنا عاملينها الفتره دي، بجد من احلى الحاجات اللي اتعملت يعني. انا شايف تنظيم جميل، والمجموعه اللي موجوده في ناس بروفيشنال موجوده، والله يعني انا شايف الاجواء كلها بتجمع ما بين لعيبه وما بين ناس ممارسين، فتنظيم اكثر من رائع. طبعا بطوله الشاطئيه هنا، لا بجد النهارده يوم جميل، واحنا لسه مخلصين اول ماتش اهو، الحمد لله ربنا كرمنا وكسبنا، وبالتوفيق بقى لجميع الفرق ان شاء الله. والله فعاليات قويه جدا وفرق على اعلى مستوى، في ناس بروفيشنال من المنتخبات، في ناس يعني من نوادي محترمه، والتنظيم ما شاء الله كويس جدا يعني، وتنظيم عالي الاجواء جميله جدا الصراحه. والله الفرق يعني كبير كاجواء كلعيبه يعني في تطور، الشبكه احسن، التنظيم احسن، الفرق يعني المنافسات مع بعض يعني ان الناس تعرف تتاقلم مع بعض، الفرق ضعيفه مع فرق قويه، لا بيخلوا الفرق في نفس المستوى على اساس يبقى في منافسه اكثر يعني. الاجواء ما شاء الله جميله، والتنظيم احسن من السنه اللي فاتت بكتير، وكل سنه بيبقى احسن من اللي قبلها، والفرق ما شاء الله السنه دي اقوى، والتقسيم برضو الفرق كلها يعني متوازنه، مفيش فرقه ضعيفه قوي ولا فرقه قويه قوي، فالسنه دي احسن من السنه اللي فاتت بكتير. والله الاجواء جميله جدا يعني، الدنيا الجو جميل والمكان جميل، وان شاء الله اليوم يكمل كده يعني جامد. اليوم لطيف جدا والموضوع ظريف، انا اول مره اجي، بس هو الموضوع منظم جدا وجميل جدا بصراحه، حلوه جدا وكل حاجه منظمه، وما كنتش متخيله ان انا هاجي الاقي الموضوع كده بصراحه، وناس كتير مشاركه، لا بصراحه حلو جدا. كسبت ولا خسرت النهارده؟ لا كسبنا اول ماتش الحمد لله. والله ان الموضوع لطيف جدا، لان اي حد ممكن يجي يشارك فيه سواء بيلعب او يعني ليه في الفولي شويه، لان هو الموضوع يعني لطيف ظريف يعني. تستمتع جدا بكل الاجواء هنا من مدينه العالمين الجديده. وتكلمنا عن الكره الشاطئيه اللي امبارح ابتدت فعالياتها في منطقه الالعاب، ولسه عندنا رياضات كتير جدا هتكلم معاكم عليها بالتفاصيل. لو اتكلمنا عن النسخه الاولى، شفنا مباراه الجيل الذهبي الحقيقه استمتعنا بيها ما بين قطبي الكره المصريه ونجومهم، نجوم الجيل الذهبي، وشفنا طبعا سواء اذا كانت الجماهير اللي كانت متواجده علشان تشجع بحب وبشغف علشان يشوفوا اساطير الكره المصريه من النادي الاهلي ونادي الزمالك، وعلى فكره النسخه كمان كان متواجد فيها الكابتن محمد فضل اللي كان بيمثل النادي الاسماعيلي، واكتر من كابتن كانوا متواجدين معاه ايضا في الفريق. وشفنا مع حضراتكم الكابتن احمد حسن والكابتن حسام غالي والكابتن جمال حمزه، شفنا وكابتن عبد الظاهر، الكابتن عبد الظاهر عبد الستار صبري كان متواجد ايضا في المباراه، شفنا عدد كبير جدا من النجوم، امير توفيق، امير عبد الحميد، طبعا بتكلم على جده يعني، بفتكر معاكم كده من الذاكره المباراه اللي شفناها في النسخه الاولى، وعايزين نستعد للمباراه اللي في النسخه الثانيه، وعايزين نشوف بقى يعني النجوم اللي كانوا موجودين واللي هيكونوا متواجدين النسخه الثانيه ان شاء الله في مباراه الجيل الذهبي، واللي هتكون يوم 18 يوليو باذن الله في زي ما بنقول لكم كده مهرجان العالمين الجديده، وهنستمتع بكل الالعاب، مش بس مباراة الجيل الذهبي في ألعاب رياضية كتير جدا، عندنا كمان كرة السلة، عندنا يوم 18 يوم 24 دي كرة السلة، وعندنا كمان البادل لكل عشاق البادل اللي بيحبوا يجوا ويستمتعوا. البادل بقى رياضة خاصة في الآلافات من الناس بيحبوا ان هم يستمتعوا بيها ويمارسوها. كمان الكرة الشاطئية اللي شفنا مع حضراتكم تقرير عنها دلوقتي، ولسه هتستمر ايضا فعالياتها. الغطس ده بقى حدوته لوحده، كنا مفتقدين ان احنا نشوف الغطس ونشوف يعني ايه المتعه بتاعه الغطس، وانك انت تتفرج على الرانكينج وتشوف يعني ايه الارقام القياسيه اللي بيحققوها، وتتفرج على النجوم اللي بيجوا علشان يغطسوا، ما بالك بقى لو بتتفرج على النجوم دول من داخل مدينه العالمين الجديده، البحر الابيض الجميل اللي الناس كلها متواجده فيه، مدينه السحر والجمال. لما نشوف معاكم المشهد الرائع اللي احنا
متواجدين فيه دلوقتي هتعرفوا يعني ايه اللحظات وقيمة اللحظات اللي بنتكلم عليها معاكم. وطبعا مغامرات الفضاء بقى دي كانت حدوتة لوحدها، لانها كانت مفاجأة كبيرة جدا انها تكون متواجدة في مهرجان العالمين الجديد، وكمان ده بجانب مجموعة كبيرة جدا من الرياضات هنشوفها وهنتابعها من خلال المهرجان. العاب القتالية الام ام اي دي من المباريات الممتعة قوي اللي بنشوفها ونستمتع بيها، هتكون موجودة معاكم هنا لحد عندكم في مدينة العالمين الجديدة. هتشوفوا نجوم الام ام اي اللي جايين علشان يلعبوا وتتفرجوا عليهم وتشوفوا المهارات القتالية. كمان سباقات السرعة اللي كانت متواجدة معانا في النسخة الأولى بتستمر فعالياتها في النسخة الثانية، والباراموتور اللي شفناه بالأمس بالفعل ابتدى إن هو يكون متواجد من بداية المهرجان، وشفنا مجموعة من عروض الباراموترز المتواجدة معانا في المهرجان. كل ده وأكتر، ولسه في مفاجآت كتير جدا ما تمش الإعلان عنها من المهرجان ومن القائمين على المهرجان المتحدة للخدمات الإعلامية اللي عاملين جهد كبير جدا. هتكلم معاكم على تفاصيل أكتر، هتكلم معاكم أيضا على القناة اللي تم إطلاقها من قبل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية علشان تتابعوا من خلالها فعاليات المهرجان أول بأول يوميا وعبر شاشة القناة. هتكلم معاكم على تفاصيل كتير وفعاليات أكتر، وأيضا كمان المهرجانات اللي داخل المهرجان الكبير اللي هو مهرجان العالمين الجديدة. هكون معاكم بعد الفاصل في صباح أون تايم، انتظرونا. عودة لحضراتكم مشاهدينا مشاهدين صباح اون تايم مرة تانية على شاشة قنوات اون تايم سبورتس من مدينة الألغام إلى مدينة السحر والجمال، ولسه بنستمتع مع حضراتكم بأجمل اللحظات الجميلة. ولما بقول لحظات تاريخية هي تاريخية بمعنى الكلمة، الجهد الكبير والشغل العظيم اللي شفناه على مدار 4 سنوات يخلي نفسك كده تتفتح، يخليك مبسوط وفخور وبتفخر وبتسعد ببلدك، البلدنا العظيمة مصر، وكل الناس اللي تعبت واشتغلت وقدمت جهد كبير من أول المنظمين اللي فكروا، من أول العمال اللي اشتغلوا، من أول الناس اللي كانت بداية كده بتدي الفكرة، فكرة إن يكون عندك مدينة بتستهدف بيها كل الناس، بتستهدف بيها العالم كله. أنت هنا لما بتنافس بتنافس نفسك، ما عندكش أي معايير تانية غير أنك تقدم شيء يليق باسم مصر وشيء يقدمنا للعالم كله دائما بالإبهار اللي اعتدنا عليه من كل المصريين. هتكلم معاكم على تفاصيل أكتر بخصوص الجانب طبعا الخاص بالعمال والجهد، لكن لازم ندي الناس دي حقها ولازم نتكلم عنهم أكتر ونتكلم قد إيه الناس دي تعبت واشتغلت علشان تطلع لنا فعلا المدينة الجميلة دي. لما بنبص على المباني اللي حوالينا والمحيط اللي حوالينا في كل مكان بتلاقي مناظر طبيعية، مناظر خلابة، وتلاقي مباني، مباني عبقرية لازم يكون وراها عمال، عمال اشتغلوا وتعبوا وقدموا مجهود كبير جدا على مدار سنوات طويلة عشان يطلعوا لنا الإبهار ده اللي نبهر بيه العالم كله. تعالوا نروح مع حضراتكم نشوف دلوقتي تقرير عن العمال اللي اشتغلوا وتعبوا وشقيوا بمنتهى الجهد والأمان والإخلاص علشان يطلعوا لنا مدينة العالمين الجديدة. راكب أعلام للمهرجان العالم العالمين. راكب في المهرجان. هو شكله يبقى ناجح جدا. بتجهزوا له من امتى بقى؟ تقريبا كده يعني من 20 يوم. الأمور سهلة، مبسوط؟ الحمد لله على كل شيء، يا مبسوط الحمد لله تمام. لا لا أجواء جميلة جدا، وبإذن الله المهرجان ده يبقى ناجح وكل حاجة. مبسوطين؟ مبسوطين فعلا. العالمين. العالم عالمين. قلت كده راكب في المهرجان وبتبتدي له من امتى؟ ان شاء الله هنبتدين من شهر تقريبا. من شهر؟ اه. نعمله كهرباء وظبطها الاعدام كلها والاناره بتاعت الكراسيات كلها. الامور على ما يرام؟ الحمد لله والله تمام. الحمد لله والله. العالم عالمين. احنا شغالين هنا في المهرجان العالمين بنعمل كهرباء وشغالين في اللاندسكيب، واحنا مبسوطين جدا ان احنا شغالين في هذا المهرجان من اجل البلد ومن اجل السياحه.
واحنا مبسوطين طبعا بقناه اون سبورت، وانا والله سعيد جدا ان انا مع حضرتكم، وان شاء الله احنا اللي سعيدين عشان انتم بتشتغلوا وبتطلعوا المنظر. الله يخليك لحضرتك جدا. احنا طبعا بنشتغل من اجل بلدنا، وعايزين ننهض ببلدنا، وعايزين بلدنا تبقى احسن بلد في العالم كلها، واحنا سعداء ان احنا موجودين في هذا المهرجان ان شاء الله باذن الله، وخير للبلد باذن الله. زي ما شفنا واستمتعنا معاكم بالعمال المصريين، العمال اللي اشتغلوا وتعبوا وشقيوا علشان يطلعوا لنا السحر والجمال اللي شايفينه مع حضراتكم دلوقتي من مدينة العالمين الجديدة. تعالوا نروح معاكم اكتر ونتعمق اكتر في فعاليات المهرجان. زي ما قلتلكم اكتر من مهرجان هيكونوا داخل مهرجان العالمين الجديدة على مدار 50 يوم، من يوم 11 يوليو حتى يوم 30 اغسطس. نستعرض معاكم باقي المهرجانات ونبتديها بمهرجان الطعام. مين ما بيحبش يدوق ويستمتع ويتذوق ويجرب الأطعمة الموجودة حول العالم. لما بتكون عايز تعرف تراث البلد لازم تجرب الطعام بتاعهم. طبعا هنا في مدينة العالمين الجديدة هيكون في حرص على ده من خلال مهرجان الطعام ومسابقات، وطبعا ده هيكون من خلال تذوق الطعام، وطبعا فكرة انك تقدم وصفات واكلات متنوعة، ويكون كل طعام منهم بيعبر عن البلد وعن ثقافتها وعن حضارتها. دي من اجمل الحاجات اللي بنستمتع بيها، عايزين نجرب ونشوف ونتذوق ونتعرف ايضا على الثقافات الاخرى. من اجمل الحاجات اللي مفتقدينها بقالنا كتير وسنوات عديدة هو وجود الطفل ومساحته الخاصة في المهرجانات. الحين احنا بنقدم تحية وتقدير للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية اللي اشتغلوا بجانب طبعا المنظمين والقائمين على المهرجان ان هم يطلعوا لنا فكرة غابت عننا بقالها سنوات كتير جدا، ان يكون الطفل ليه فعالية حقيقية ويكون ليه مشاركة حقيقية في المهرجان. ده هيكون من خلال مهرجان نبتة. مهرجان نبتة هو مهرجان هيكون خاص بالأطفال، متواجد ده كان لعالمين الجديدة، هيكون برئاسة الفنان أحمد أمين. وهنا اختيار الرمز أو النجم أو الفنان اللي يكون بيترأس الشيء ده بالتأكيد اختيار موفق، لأنه دايما بنقول إن ادي العيش لخبازه. كل فنان بيكون عنده الملكة لده، يكون عنده الملكة إنك أنت تشتغل على الحاجة دي، وإنك أنت تعرف يكون ليك علاقة جيدة بالأطفال وتدير الجانب الخاص بالأطفال وفعاليات الأطفال. مش بس كده، الأطفال هيكون ليهم نشاطات كتير جدا داخل المهرجان من خلال مهرجان نبتة، علشان ننمي المواهب الخاصة بالطفل مرة تانية يستمتعوا. تكون الواجبة دي للأسرة كلها. مهرجان العالمين الجديدة لما تيجي تكون مطمنة على الطفل ان هو كمان هيستمتع، ان هو كمان هنعيش أجواء جميلة وسعيدة معانا من خلال مهرجان العالمين. فنانة دنيا سمير غانم هتكون حريصة انها تكون متواجدة في المهرجان. شفنا كمان الفنانين ابتدوا يتوافدوا على المهرجان. شفنا الفنانة مي كساب بالأمس متواجدة في حفلة الكينج محمد منير، وده بيأكد لنا ان النجوم والقوى الناعمة متحمسين وهييجوا علشان يشجعوا ويشوفوا نجومنا ويستمتعوا بإجازة سحرية زي ما بنقول كده، كلها سحر وجمال وتستحق ان احنا نكون متواجدين. نروح معاكم، بصوا انا عمال اخدكم من الفن للرياضه للترفيه للاطفال اكتر من جانب. تعالوا نرجع للرياضه مره تانية، بس الرياضه بشكل مختلف، وهي الرياضه الخاصه بالغطس. انك انت تستمتع زي ما قلت لكم هنستمتع في النسخه دي، النسخه الثانيه من مهرجان العالمين بالغطس، ونشوف الناس البروفيشنال قوي، الناس اللي محققه ارقام قياسيه محترمه في الغطس. هنروح نشوف معاكم دلوقتي تقرير عن صدام كيلاني. صدام كيلاني هو صاحب اطول غطسه، هنستمتع معاه دلوقتي ونشوف محضر لنا ايه في مشاركته السنه دي ان شاء الله في مهرجان العالمين في نسخته الثانيه، ونرجع لكم مره ثانيه. احنا عندنا محاوله لتحطيم الرقم العالمي لاطول غطسه في التاريخ. احنا اصحاب الرقم اوريدي، احنا هنكسر الرقم بتاعنا السنه دي باذن الله بواقع 150 ساعه. احنا السنه اللي فاتت عملنا 145 ساعه في 2020، والسنه دي مجهزين نعمل 150 ساعه. بنغطس بمعدات غطس سكوبا، يعني بننزل الميه معانا معدات الغوص العاديه بتاعتنا، ومعايا فريق مكون من مدربين غوص، ومعايا دكاتره متخصصين في طب الاعماق بيشرفوا على حالتي وبيجهزوا وبينظموا عمليه
تنظيم الغطاسين والاكل والنوم والشرب والتمارين والحاجه بتاعتنا كلها. كان 145 ساعه و25 دقيقه 6 ايام. دلوقتي احنا بنجهز عشان نعمل 7 ايام. احنا رقم واحد في العالم وبالمره دي هنكسر الرقم بتاعنا برضو باذن الله. بص، هو الفكره كلها كان في فريق مدربين متخصصين بيجهزوني طول فتره طويله قوي. احنا قعدنا مثلا 4 شهور بنتمرن ازاي نقدر ناكل ونشرب تحت الميه، 4 شهور تاني ازاي نقدر ننام تحت الميه. كنا بننام في الغطاسات التدريبيه بتاعتنا، حتى في الريكورد الاخير كنا بننام. في اخر غطسه كنا بننام حوالي من 8 ل 10 ساعات في اليوم. دي كانت مرحله في التدريب، قعدنا 4 شهور بنتمرن ازاي نقدر ناكل ونشرب تحت الميه. عندنا جهاز بنحطه في البدله بتاعتنا بنقدر نستعمله علشان نعمل حمام. بعد ما استمتعنا معاكم بنجم من نجوم المهرجان، وطبعا لما بنقول نجم علشان كل الرياضات اللي هتكون مشاركة ومتواجدة كلهم نجوم، والحقيقة ان الارقام القياسية دي بتشرفنا ان يكون عندنا نجوم مصريين اجتهدوا تعبوا اشتغلوا علشان يقدموا لنا عروض تليق باسم مهرجان العالمين الجديدة. هنروح معاكم بقى للجانب الخاص بالمسرحيات. مسرحيات على فكرة هيكون ليها جانب مهم جدا في مهرجان العالمين الجديدة، والجانب الخاص طبعا بالترفيه. مسرحيات مع بعض شيء هيسعدنا جميعا، لأنك ما بتقولش مسرحية عادية، بتقول مسرحية هيشارك فيها نجوم كبار. لك أن تتخيل، هنشوف النجم الكبير كريم عبد العزيز بعد سنوات طويلة وغيابه عن المسرح هيرجع لينا تاني في مهرجان العالمين الجديدة بمسرحية سندباد. دي من المسرحيات اللي هنستمتع بيها إن شاء الله على مدار المهرجان. هنستمتع كمان بالنجم كريم محمود عبد العزيز، وهتكون معاه عائشة بن أحمد في مسرحية هتكون بعنوان عملوها إزاي. المسرحية دي هتتكلم عن جريمة ومحقق مشهور بيحل لغز والغاز الجرائم اللي هتكون بنتابعها معاكم من خلال المسرحية بتفاصيلها، وطبعا هيحقق في جريمة حصلت داخل موقع تصوير طبعا لنجم سينمائي شهير. كل التفاصيل دي هنشوفها ونتابعها معاكم في المسرحيات اللي هنستمتع بيها. عايزين كمان نتكلم معاكم على الحفلات الفنية بقى، وبديكم على فكرة انا بريك يعني لما بقولكم في اول الحلقة على المسرحيات وعلى الحفلات الغنائية اللي هتكون معانا، بديكم كده مجموعة مجموعة كلهم نجوم كلهم اساطير وبندي كده نبذة بسيطة، ولسه في مفاجآت ما تمش الإعلان عنها من جانب المنظمين والقائمين على المهرجان. تعالوا نروح للفنان هاني شاكر. الفنان هاني شاكر هيكون متواجد بإذن الله في مهرجان العالمين الجديدة يوم 1 أغسطس. هنستمتع بمجموعة من أغانيه، الأجيال ومحبين وعشاقه في كل مكان طبعا بتشوفوا حفل الفنان هاني شاكر في الأوبرا بيكون قد إيه ممتلئ. كومبلي التذاكر بالفعل متواجدة على موقع تذكرتي، بس الحقوا تذكرة بس يعني دي حاجة، لو لحقتوا تذكرة يبقى كويس قوي، لأنه الفنان هاني شاكر عشاقه من كل مكان وعبر الأجيال. نروح كمان لرامي جمال. رامي جمال بيشارك السنة دي في مهرجان العالمين الجديدة، وهيكون معاه الموسيقار الرائع اللي شوف بقى لما أنت تستمتع بموسيقى العبقري عمر خيرت في مدينة السحر والجمال، وانت بتشوف الفيو ده وانت متواجد في اليو أرينا وانت متواجد في المسرح الروماني بالمدينة التراثية داخل العاصمة الإدارية الجديدة، لما تكون بتستمتع باللحظات دي مع نجوم الفن وأساطير الغنى وفي نفس الوقت بتستمتع بالمناظر الخلابة الرائعة، هنستمتع برامي جمال وهيكون معاه الموسيقار عمر خيرت بإذن الله. مش بس كده، على طول بصوا رحت قايلة عمر هيكون معانا ومنورنا السنة دي النسخة التانية بإذن الله، الهضبة عمرو دياب يوم 9 أغسطس منتظرينه كلنا. وطبعا مش محتاجة أقول لكم حفلات عمرو دياب بتكون عاملة إزاي، برضو الحقوا تذكرة من دلوقتي، برضو لازم تدخلوا وتتابعوا على موقع تذكرتي علشان التذاكر ما بتقعدش بتتباع على طول، وطبعا كل واحد بيكون عايز يستمتع بنجمه المفضل من مكان محدد ليه في المسرح. تعالوا نروح معاكم كمان للفنان تامر عاشور. تامر عاشور الحقيقة بيبقى حريص دايما ان هو يكون متواجد في نسخ المهرجان، كان في النسخة الاولى من مهرجان العالمين وهيكون متواجد في النسخة الثانية بإذن الله من الحفلات الجميلة جدا
جدا يوم 19/7 بإذن الله هنستمتع بيها وبالأغاني الرائعة للفنان تامر عاشور. حفلة الأخيرة الفنان تامر عاشور كانت حريصة إنها تكون موجودة فيها الفنانة شيماء سيف. هنشوف مين من النجوم. على فكرة كل فنان بيكون ليه كده مغني مفضل ليه وبيكون حريص إن هو يتابعه، وطبعا عارفين كلنا إنه الفنانة شيماء سيف بتكون حريصة إن هي تتابع تامر عاشور دايما وموجودة في حفلاته، علشان كده دايما بتكون مبسوطة لما بتيجي وبتشارك الفنانين في مهرجان العالمين الجديدة. تعالوا معاكم دلوقتي كمان نتكلم على جانب مهم قوي 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 من الجوانب اللي ممكن تكون مش هتيجي في بالك او مش هتفكر فيها قوي لما تيجي تتكلم. طيب البات زون، ايه البات زون؟ يعني ايه يكون في اهتمام بالحيوانات او بالحيوانات الاليفة في المهرجان؟ هقول لكم انا تفاصيل عن موضوع البات زون والحيوانات الاليفة، ولكن تعالوا نروح سريعا كده مع زميلنا العزيز. طيب نروح للموسيقار عمرو سليم دلوقتي في التقرير القادم ونتكلم فيه على كل اللي حصل في أول حفلة شفناها واستمتعنا بيها مع الفنان مدحت صالح، وتفاصيل كتير جدا كان متواجد فيها الموسيقار عمرو سليم. الحقيقة إنه دايما بيكون متواجد مع الفنان مدحت صالح في حفلاته on stage، وطبعا كان معاهم الإعلامية القديرة الأستاذة منى الشاذلي. تعالوا نستمتع بالحوار ده في التقرير التالي ونرجع لكم مرة تانية. والله فكرة انه الجمهور يحضر وان احنا نوصل له في مكان بالجمال ده وبالفرقة العظيمة دي وبالمايسترو احمد عامر الجميل ومدحت والجمهور ومنى الشاذلي، يعني حاجة جميلة كلها على بعضها. الحمد لله يا رب نكون اتوفقنا في ان احنا نعمل حاجة جيدة. يعني انا دي مش شغلتي قوي ان انا اقرر، يعني إنما المسرح كان حلو قوي والفرقة كويسة والجمهور جميل والمكان مفترض إنه كويس قوي، ويعني مش عارف إيه اللي ممكن يبقى ناقصه، أنا مش شايف حاجة ناقصه الصراحة. ولسه بنستمتع معاكم بالأجواء الساحرة في مهرجان العالمين الجديدة بكل تفاصيله، وارجعنكم للجانب الخاص للبات زون والحيوانات الأليفة ومدى يعني تأثيرها وقد إيه يعني الحيوانات الأليفة تكون متواجدة معاك في رحلتك الخاصة، تكون متواجد في مهرجان العالمين ومش شايل هم. ليه مش شايل هم؟ علشان القائمين على مهرجان العالمين السنة دي قرروا أن يكون في منطقة خاصة بالحيوانات الأليفة، يكون في تدريب ليهم، تقدر أنك أنت تسيب الحيوانات الخاصة بيك ويكون في عناية خاصة بيهم طبعا على مدار المهرجان، وهيكون ده لمدة 15 يوم على فكرة، وهيكون في طعام ليهم وطبعا دكاترة يقدروا ان هم يتابعوا حالتهم، وكمان يغيروا لهم بقى اللوك، يعني ممكن انك انت تدخل الكلب بتاعك او وبعد كده انك انت تاخده تلاقيه بقى عمل لوك الساحل زي ما بنقول كده او لوك المهرجان. كل التفاصيل دي على فكره بتكون لطيفه قوي وبتكون مخلياك انك انت تستمتع بالمهرجان وتخلي كمان الحيوان الاليف الخاص بيك ان هو يستمتع ويكون مبسوط، لانه دايما احنا عارفين انه على مدار السنه الحيوانات بتكون متواجده في البيوت، عايزين هم كمان يخرجوا ويتفسحوا وطبعا عن اصحابهم يقدروا ان هم ياخدوا راحتهم في اي مكان. علشان تحجزوا في المكان الخاص طبعا بالحيوانات الاليفه او البات زون اللي هتكون موجوده في المهرجان، تقدروا ان تدخلوا على الموقع الخاص بالمهرجان علشان تحجزوا موعد وتفاصيل البات زون. طيب تعالوا بقى نروح معاكم دلوقتي لتقرير عن تفاصيل حفلتين دول عشنا كل أجواءهم هنا من داخل مهرجان العالمين الجديدة. حفل الفنان مدحت صالح مع الإعلامية منى الشاذلي وحفل أكينج محمد منير. تعالوا نستمتع معاكم بلقاءات مع الناس اللي حضرت واللي استمتعت بالحفل ونرجع لحضرتكم مرة تانية. والله كويس الحمد لله، كويس متجمع حاجات كتير فيها ممثلين فيها مغنيين فيها حاجات كتير كويسه، يعني ضم كل اطراف المجتمع الصراحه وضم ناس كتير مهمه وناس كتير متفتحين على الدنيا كلها الحمد لله. كل سنه العالمين بتختلف، باين جدا المجهود. النهارده اول يوم المسرح الروماني وانا مبسوط جدا، ده يعني المنظر الجميل ده حاجة مشرفة بجد، حاجة مشرفة. نفسي أولمبياد باريس دلوقتي يكون مع المهرجان اللي احنا شغالين فيه دوا، يبقى في حاجات حلوة في باريس، حاجات تفرح مع المهرجان، ميداليات، احنا عايزين ميداليات لمصر مع المهرجان مع المناسبة الجميلة دي. بصراحة حاجة عمرنا ما شفناها قبل كده في الساحل، يعني المباني جميلة، المسارح جميلة، الدنيا كلها حلوة، الساحل بشكل تاني خالص غير اللي احنا كنا متعودين عليه زمان. يعني
الدنيا هنا لذيذه جدا يعني، والشباب كلها مبسوطه يعني الحمد لله. حاجه انت مبسوط؟ انا مبسوط الحمد لله، الدنيا زي الفل الحمد لله، يا رب كلنا نبقى سعداء. حاجه دوليه جدا كويسه جدا يعني، الطرق مصروف عليها كويس، والمباني برضه نفس الكلام، الاجواء يعني اوروبيه خالص مش مصريه خالص بصراحه يعني. خدمات ممتازه وخدمات جديده، خدمات متميزه جدا بصراحه. الواحد مبسوط باللي احنا وصلنا له دوت. انا مبسوط طبعا ان انا موجود في مهرجان العالمين، وان انا ابقى موجود في احتفال كويس، وطبعا مع مطرب كبير زي اللي جوه استاذ مدحت صالح، فدي حاجه تفرحني وتخليني منبسط جدا. تشوف مين من نجوم الاهلي هنا صراحه؟ تفتكر تشوفهم كلهم رياضه؟ لا هي الصراحه لا تنقص شيء، كفايه بس الجو الكويس والممتاز، اي حد ممكن اي لاعب كره يتمنى نيجي هنا اصلا. يعني الجو لذيذ عن القاهره جدا، لانها مدينه ساحليه، وانا مبسوط جدا ان انا في احتفال زي ده، وشرف كبير ليا ان انا في حفله استاذ مدحت صالح. المدينه جميله وجوها جميل، والناس اللي فيها كويسه جدا، وبس مبسوطين قوي من اللي احنا فيه ده. لا الصراحه العالمين جميله جدا ومدينه جميله، ممكن نعمل فيها حاجات كثيره جدا. هي بجد حلوه قوي يعني، انا اول مره اجي بس هي بجد تحفه يعني، بقت متطوره جدا بصراحه. انا اول مره اجي فيها بس كجو وككل حاجه عجبتني جدا. الجو هنا صراحة جميل، وبسطت جدا بالأجواء والدنيا، الشوك كمان عجبني قوي وبسطت الصراحة يعني جدا. لا حلوة قوي واتبسطت فيها، اتمنى ان انا اكمل استف هنا. مش ناقصة حاجة، كل حاجة فيها وهي حلوة. انا اول مرة اجيها بس هي حلوة قوي يعني، من اجمل المهرجانات اللي شفتها في حياتي يعني، تحفة جدا يعني. انا تاني مرة على التوالي ان انا اجي هنا في حفلات المهرجان، بس لا بجد حسيت ان انا ببقى مبسوطة، ببقى عايزة كل سنة ان انا اجي، حاجات جميلة. لماذا تحبون العالمين؟ انا بحبها يعني عشان انا حاسه ان العالمين هيصه، وانا بحب قوي الهيصه والحفلات جدا بموت فيهم. وانتي؟ بحب العالمين قوي عشان بحب كل الناس اللي بتغني. انا بحب العالمين عشان هي فيها اغاني وبحبها قوي قوي قوي. العالم عالمين، العالم عالمين. زي ما شفنا واستمتعنا معاكم بكل التفاصيل الخاصة بالمهرجان، الناس قد ايه فرحانة وبتسعد بكل لحظة في مهرجان العالمين الجديدة. زي ما قلت لكم تقدروا ان انتوا تتابعوا المهرجان من خلال القناة اللي بنشكر الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بان هي طبعا اطلقت القناة دي بالامس، وهي قناة يو لايف، تقدروا تتابعوا من خلالها كل فعاليات المهرجان الموسيقية الترفيهية الرياضية الفنية على مدار طبعا الخمسين يوم المتواجدين في مهرجان العالمين الجديدة. حابة أقول لكم بقى في النهاية قد إيه سعداء، وبنقدم كل التحية والتقدير والشكر لكل الناس اللي كانت حريصة على فكرة إن يكون في شاطئ مجاني وخاص لكل الناس اللي من حقها تسعد وتفرح وتستمتع بالصيف ومهرجان العالمين الجديدة. بنشكر الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بنشكر القائمين على المهرجان والمنظمين واصحاب الفكرة وكل التفاصيل اللي يعني أخدت منهم طبعا تفكير كبير جدا، علشان في الآخر يخرجوا لنا فكرة بسيطة رائعة إن يكون في شاطئ مجاني لكل الناس من حقها تروح وتستمتع بالبحر. البحر ده ملك للجميع، البحر ده من حق الناس كلها تستمتع بيه، كل الفئات، كل الناس تروح وتستمتع وتيجي مدينة العالمين الجديدة. دي مدينتكم انتوا، مدينة كل المصريين اللي فعلا شافوا يعني ايه جهد كبير وعمل وشغل علشان نشوف المناظر الخلابة والسحر والجمال من داخل مدينة العالمين الجديدة. حبينا النهاردة نستمتع معاكم ونشوف كده اول ايام المهرجان وتفاصيل المهرجان في اول ايامه. هنعيش معاكم لسه تفاصيل وعلى مدار الأيام القادمة كل الحفلات والفعاليات الفنية والترفيهية والرياضية والثقافية. هنكون معاكم على مدار إن شاء الله 50 يوم، من يوم 11 يوليو ليوم 30 أغسطس. هنستمتع ونسعد ونتناقش ونفرح
فعلا بالناتج والجهد والتعب والنتيجه اللي شايفينها على ارض الواقع دلوقتي. هنروح لفاصل قصير بعدها نرجع نستقبل ضيفتنا اللي منورانا النهارده استاذه رشا توفيق رئيس مجلس اداره احدى الشركات المسؤوله عن تنظيم بعض الفعاليات خلال المهرجان، ونرجع لحضراتكم بعد الفاصل علشان نستقبل ضيفتنا في صباح اون تايم. انتظرونا. عودة لحضراتكم مشاهدي قنوات اون تايم سبورتس مرة تانية، ولسه بنستكمل معاكم باقي فقراتنا في صباح اون تايم من داخل مدينة العالمين الجديدة، وبنستمتع وبنسعد مع حضراتكم بكل تفصيلة وبكل الأجواء وبانطلاق فعاليات المهرجان، مهرجان العالمين الجديدة الثانية. ومنورانا دلوقتي الأستاذة رشا توفيق رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات المسؤولة عن تنظيم بعض الفعاليات خلال مهرجان العالمين الجديدة. بنرحب بك يا أستاذة رشا، صباح الفل عليكي. صباح الفل. من مدينة السحر. صباح الكهر. الفل عليكي وعلى كل الموجودين، أهلا بيكي. أهلا بيكي، سعداء جدا بوجودك معانا ومنورانا النهاردة في صباح أنصار. ميرسي، ده نورك والله، يا ربنا يخليكي. طبعا شغل وجهد كبير جدا استمتعنا بيه وشفناه على مدار 4 سنوات عشان نقعد القعدة دي. صح. في وسط السحر والجمال والمباني الخلابة الرائعة اللي اتكلمت على كل تفصيلة فيها، على كل المنظمين، الناس اللي اشتغلت وتعبت، الناس اللي فعلا خططت صح علشان نطلع المشهد بالصورة المتكاملة بالطريقة اللي تليق باسم المصريين. كل صح. واحد لازم يفخر ويسعد ان في حاجة بالجمال ده في بلده. صح جدا. وانه يكون عارف انها بيته يقدر يجي ويستمتع بيها في اي وقت. صح. اتكلمت على حاجات كتير جدا بخصوص فعاليات المهرجان، عايزينك تكلمينا اكتر وتعرفينا الجوانب بقى الخاصه بالتنظيم، وكمان انه يكون في اكسبيرينس. طبعا احنا عارفين ان حضرتك عندك اكسبيرينس في فكره ان اكون بروفيشنال ازاي في الجانب الخاص بالتسويق، ان انا اسوق ازاي واقدم المنتج ده ازاي. انا بعتبر ان احنا قاعدين في مكان هو منتج برودكت بتقدميه للناس بشكل حقيقي صحيح، بتنقلي الصورة الواقعية للشيء ده. صح. بصي، طبعا هو بالنسبة للمهرجان السنة دي انا شايفاه انه السنة اللي فاتت كان ناجح جدا، بس انا توقعاتي ان شاء الله انه هو هيبقى السنة دي كمان اكبر وانجح بكتير لاسباب. لو هنتكلم على جميع المجالات، ففي جزئيات جديدة دخلت، زي مثلا مهرجان نبتة بتاع الاطفال، طبعا ده ما كانش موجود السنه اللي فاتت، فدي حاجه حلوه ان احنا من السنه اللي فاتت للسنه دي بنشوف ايه اللي ما كانش موجود وبنزوده، بنحطه زياده، ودي حاجه حلوه قوي. وانا شايفه ان فكره الاطفال، المهرجان بتاع نبته بتاع الاطفال دي فكره حلوه قوي، فيها ورش، فيها مسارح، فيها حاجات هتخلي برضو ان كل اللي جايين، الزوار اللي جايين للعالمين هنا، يعني كل الافراد العيله هتستمتع. طبعا. كبار صغيرين كله، يعني على جميع الاعمار. فدي جزء. الجزء الثاني اللي هو انا اعتبر يعني ماسكه فيه حته، اللي هو الجزء الرياضي. عايزين بقى نعرف الجزء الرياضي، ما ان احنا على شاشه اون تايم سبورتس بنهتم بكل الجوانب الخاصه بالرياضه وكواليس الرياضه. محضرين ايه؟ محضرين ايه؟ بصي، اولا في المكان بتاع السبورتس اريا دوت في ملاعب كتير قوي. في البادل، في الباسكت، في البيتش فولي، في البيتش سوكر، غير طبعا حاجات تانية، فايبس، سامر فايبس هتتعمل برضو كده. فكل جزء من كل رياضة من الرياضات دي عاملة ايفنت في ايام مختلفة، كلنا متفقين مع بعض برضو ان احنا يعني على اساس ان كل لعبة تعمل الايفنت بتاعها على مدار الصيف كله. انا شخصيا مسؤولة عن البيتش فولي. هايل. ده امبارح استمتعنا ب ايوه شفتي مباراه قويه قوي، كنا لسه بنشوف التقرير. لا فعلا امبارح كان يوم جميل جدا، وده اول يوم، وبجد الواحد تفائل قوي لان اول يوم طلع. هو دايما اول يوم بيبقى الواحد عنده رهبه طبعا وخايف وتوتر، ما اقدرش اقول لك ان التوتر مش موجود لغايه دلوقتي، هو هيفضل موجود لغايه اخر الصيف. أكيد. لكن الطلعه الاولانيه بتفرق قوي. فامبارح كان يوم جميل جدا جدا جدا، وكان في عدد من الناس في الاول كده
ما كانش في حد. ها بعدين هو ايه فين الناس ده كانوا جايين؟ بعدين فجأة الحمد لله يعني ناس كتير جات واستمتعت. قعدنا لغاية الساعة يمكن 7 أو 7:30 واحنا شغالين في الماتشات وتقديم بعد كده الهدايا في الاخر. فدي كانت اول حاجة امبارح. مش ساكتين على كده، ان شاء الله يوم 26/7 في بطولة بيتش فولي تاني. هو البيتش فولي برضو لعبة صيفية طبعا، وكل الناس بتحب تلعبها، وحلاوتها انك انت مش مقيدة بسن. صحيح. ويعني سن صغير. احنا بنشوف دايما في اي اوتيل او لما الاسره بتسافر عشان تستمتع بالاجازه الخاصه بيها، البيتش فولي هو اساسي متواجد في اي فندق. بالظبط بالظبط. ولو ما عندكيش الاكسبيرينس زي ما حضرتك بتقولي، او حتى مش بتمارسي الرياضه دي، بتلعبيها. هي كده، هي فن، هي لعبه فن. يعني هي فعلا لعبه فن زي ما حضرتك بتقولي. صباعك كسر صباعي. بالظبط كده بقى. اي معلش حطي ثلج عادي وهتبقى كويس وكمل. عادي. لا وبدل لما توعي مش هيجرى لك حاجه، ما انت بتقعي على رمله. يعني. بالظبط. فهي لعبه جميله جدا وبتجمع الناس، ودي حاجه حلوه في المهرجان. صحيح. انت عايزه تعملي في المهرجان حاجه تجمع الناس كلها، مش سيكتور واحد، مش رجاله بس، مش ستات بس، مش اطفال بس، لا انت كده هتجمعي كل العيله. هل ممكن يبقى في افكار؟ لما بقول افكار لاني عارفه ان انتم محضرين حاجات في الكواليس لسه ما اعلنتوش عنها. هل ممكن نشوف نجوم الفولي بول من الانديه بيتم استضافتهم؟ دي حقيقه. شفتي بفكر معاكم. لا هي هو ده فعلا حقيقه، تم استضافتهم من الانديه وييجوا على هامش المهرجان، ويكونوا طبعا سواء كل رياضه بقى، يعني لو رياضه الفولي يكون النجوم والابطال في الانديه. لا هم في فعلا في البطوله بتاعه 2/8 دي هتبقى بطوله كبيره، لان احنا عاملين 2 في 1. يعني ايه 2 في 1؟ عاملين واحده للبروفيشنالز وواحده للفاميليز او الاماترز، عشان لو دول لعبوا دول هيحصل احباط يعني، ودول من حقهم يلعبوا وينبسطوا، ودول من حقهم يلعبوا وينبسطوا. فهنعمل الاثنين في نفس الوقت. البطوله دي اقدر اقول لك ان هيبقى فيها اقبال وهيبقى فيها فعلا سيلبريتيز من الكره الطايره. هيل. ان شاء الله. هيل. يعني مش عارفه اقول ولا ما اقولش. لا نقول، لانه كمان الكره الشاطئيه على الاخص شايفين نجوم كتير قوي. احنا عندنا نجوم بقوا بيمثلوا منتخبنا المصري في الكره الشاطئيه، عندنا نجم من نجوم كره القدم وبقى متواجد في الكره الشاطئيه طبعا، الكابتن حسام باولو بقى من المتالقين، وغيره وغيره من النجوم اللي بقوا متالقين في الكره الشاطئيه بيمثلوا مصر في بطولات. فهل هيكون في ان شاء الله في البطوله بتاعه 2/8 هيكون معانا احمد صلاح وعبد الله عبد السلام. هايل. طبعا دول نادي الاهلي منتخب مصر رانكت عالميا، كانوا محترفين في روسيا وايطاليا، فدول هيبقوا موجودين معانا. غير في نوادي مشتركه كتير، نادي الجيش، الزمالك، المقاولين، في يعني في نوادي كتير مشاركه. والبطوله مش هتقف عند هنا بس، لان زي ما قلنا المهرجان في كده بوند حاجتين مع بعض، انه مهرجان في رياضه، احنا هنتكلم عن رياضه وترفيه. فهيبقى معانا ان شاء الله يوميها رايزنج ستار هتيجي تغني في البطوله دي. خليها بقى مفاجاه، مش هنقول بقى كل المفاجات مره واحده كلها. فهيبقى ميكساج حلو في بطوله، ان انت عملتي الميكس ده بتاع ان رياضه وفي نفس الوقت مهرجان. طبعا. يعني الاثنين، يعني الاثنين في واحد زي ما بنقول. طبعا. فدي هتبقى بطوله حلوه قوي ان شاء الله. واخر واحده هننهي بيها ان شاء الله يوم 23/8 دي هتبقى برضو بطوله للكره الشاطئيه، لبرضو بروفيشنالز والفاميليز. يعني على مدار المهرجان هيكون في اكتر من بطوله. اللي فاتته بطوله يقدر على اساس ايه؟ فكره ان الناس لما بتسافر يا رشا عارفه ما بتبقاش محددة التايمينج بتاع سفرها. ممكن الناس تسافر أول أسبوع، الأسبوع الثاني، الثالث. ففكرة إن أنتم مقدمين ده على مدار المهرجان، اللي ما حضرش الأسبوع الأول يقدر يكون متواجد في الأسبوع الثاني أو الثالث، دي من الحاجات الجميلة جدا. وبعدين أضيف حاجة بس، إن هي هتبقى يوم جمعة. هي. فحتى برضو اللي بيجوا ويك أند هيقدروا يشتركوا طبعا، واللي ما عرفش هيعرف في ساعتها اون ذا سبوت. يعني في امكانيه ان الناس تيجي تحجز في ساعتها، مش لازم يكونوا عايز يحجزوا من بدري، which is طبعا اكيد احسن، بس اي مين انك ممكن وانت في الويك اند بتاعك تعرفي طب والله يلا طبعا. ودي بتحصل كتير، دي بتحصل كتير اوريدي، حصلت امبارح. يعني بتحصل كتير الناس تعرف الصبح ايه ده طب يلا، لانها اسهل حاجه لعبه البيتش فولي طبعا. طيب لو رحت معاكي لاكتر حاجه
أثرت فينا بشكل كبير، أساعدتنا شرفتنا، وفعلا بتخلينا بنعيش مع الإخوة الفلسطينيين الكبوة، ولكن حتى لو بمشاركة بسيطة قوي، وإنك تكوني حريصة دايما على إن هم يشاركوك اللحظات دي ولو فقط بالوجدان، ونكون حريصين إنه إدارة المهرجان تخصص 60% من عائد المهرجان. النسخة الثانية كانت من أفضل اللحظات واللقطات الرائعة جدا اللي بصراحة تم الإعلان عنها، شفتيها إزاي؟ والله أنا انبسطت جدا جدا جدا، لأن فعلا إحنا كنا محتاجين نعمل حاجة، وإحنا بنعمل المهرجان، لا احنا مش هنعمل مهرجان وبس، احنا لما بنعمل مهرجان، مهرجان يعني ايه؟ مهرجان يعني يضم كل الناس ويبقى احنا موجودين في كل حتة، فده تواجدنا، هو ده تواجدنا بالنسبة لضحايا حرب غزة، ان فعلا ان احنا من هذا المهرجان نخصص 60% من كل الايرادات عشان يروحوا لضحايا حرب غزة، وبشوف ان ده يشجع كل الناس انها فعلا تشارك في هذا المهرجان، تشارك بكل الطرق، يا اما تشاركي انك تدخلي بالشغل، يا اما تشاركي انك تتواجدي وتبقي موجوده وتعملي اي حاجه، لانك انت عارفه ان في الاخر في انت بتساعدي ناس. صحيح. بطريقه او باخرى طبعا. فدي بصراحه حاجه هايله، وانا شايفه وبشجع كل الناس، ارجوكوا تعالوا وتواجدوا وانضموا هذا المهرجان لهذا السبب. لسه نستكمل معاكي باقي حوارنا يا رشا، وهعرف منك ازاي الناس تعرف البروجرام او الاجنده الخاصه بالمهرجان، تعرفوا عليها ازاي، حجز التذاكر ايضا، ولكن هنتابع كل ده مع حضراتكم بعد الفاصل، انتظرونا في صباح اون تايم من مدينه العالمين الجديده. عودة لحضراتكم مشاهدينا مشاهدي قنوات اون تايم سبورتس في كل مكان، وبرنامج صباح اون تايم اللي موجود معاكم النهارده من داخل مدينه العالمين الجديده الممتعه الساحره الخلابه اللي فيها تفاصيل كتير قوي، بنحاول ان احنا نقدم لكم جزء صغير جدا منها النهارده من خلال الحلقه. ومنورانا زي ما حضراتكم شفتوا وتابعتوا الجزء الاول من الحوار، منورانا الاستاذه رشا توفيق رئيس مجلس اداره احدى الشركات المسؤوله عن تنظيم بعض الفعاليات في المهرجان. عودة لحضرتك استاذة رشا مرة تانية، ونتكلم معاكي عن الاجندة، ولما بقول للناس احنا بنحاول نقول لكم جزء صغير من الفعاليات ده فعليا، علشان كل يوم هنكون بنقول لهم الجديد في مهرجان العالمين. صح. الناس بقى تعرف التفاصيل دي ازاي وتطلع عليها ازاي؟ بسيطة جدا، هو الكالندر بتنزل كل اسبوع على الاكاونت بتاع نيو عالمين على الانستجرام والفيسبوك، كل اسبوع بينزل الكالندر بتاعت الاسبوع كله، كل الفعاليات بقى رياضية ثقافية فنية كله بينزل، فيتابعوا عن طريق كده هيعرفوا كل حاجة بمنتهى السهولة. الحجوزات عن طريق تذكرتي، كل الحجوزات عن طريق تذكرتي، تذكرتي بينزل اللينك بتاع كل كونسرت بقى، بتاع كل رياضه، بتاع اي حاجه تبع المهرجان بتنزل بلينك عن طريق تذكرتي، بيدخلوا على اللينك وبيعملوا الحجوزات. الموضوع يعني مسهلينه جدا بصراحه. عايزه اتكلم معاكي عن الاقبال. الحقيقه انه النسخه دي اداره المهرجان هدفها ان يكون في 2 مليون متواجدين ساعة المهرجان، والتنظيم والفعاليات اللي متحضرة الترفيهية والرياضية والفنية بتهدف ان يكون في 2 مليون واكتر من المواطنين. من وجهة نظرك شايفة اكتر فئة بتستهدفها ادارة المهرجان والجنسيات كمان؟ لان احنا شايفين انه الحقيقة ان الحجوزات في الفنادق خلاص بقت فولي بوك، بالتالي دلوقتي صعب جدا. صح صح. زي ما انا قلت لك في الاول، هو المهرجان السنه دي انا شايفه من وجهه نظري انه ضم كل المجالات، فلما ضم كل المجالات خلى الاقبال اكتر، لان كل حد، كل فرد في العيله، كل فرد في البلد عارف انه لما يروح هيلاقي الحاجه اللي تناسبه. بالتالي المهرجان بقى مهرجان كبير ومهرجان بينافس عالميا،
فالمهرجان عشان بينافس عالميا وصل للعالم طبعا، فبالتالي بقى فعلا الافواج اللي جايين كتير عشان المهرجان. طبعا الساحل والبحر والمدينة العالمين، ودينا شايفين المنظر، كل ده يخلي اي حد عايز يجي. لكن اللي ساعد اكتر ان انا اجي واحجز وعايز اسافر من اخر الدنيا عشان انزل هنا في العالمين، المهرجان. لان المهرجان يعني ماسك كل الجوانب، مغطي كل حاجه، مغطي كل حاجه. فطبعا كل الاجانب اللي هتيجي، كل الافواج اللي جايه، عارفين ان هم هيلاقوا اي حاجه هم عايزينها هيلاقوها، هتكون فعلا فانا اتوقع ان احنا هنوصل ل 2 مليون واكتر ان شاء الله. عايزه اروح معاكي لجزئيه مهمه بتهم المصريين قوي، بيستمتعوا بيها وبينبسطوا بيها وجاي لهم لحد عندهم في المهرجان ده. مهرجان الطعام. ده حدوتة لوحده. طبعا طبعا، هو احنا ما نقدرش نعيش من غير الطعام. خصوصا بقى لو بتجربي اكلات كل صح الدول. صح صح. لا يعني فعلا مهرجان الطعام دوت اهو، ده برضو حاجه يعني انا شايفه انها حاجه حلوه جدا، والناس كلها بتحب، وبرضو الاجانب بيحبوا على فكره، هو مش بس المصريين، والاجانب اللي برضو جايين من بره بالنسبه لهم يبقى في فود فيستيفال ويجربوا من اكلات مختلفه من هنا لهنا. فدي فكره هايله وفكره هتروج كتير وهيحصل عليها رواج، وفعلا هيبقى في ناس اكتر وهيقبلوا على هذا المهرجان بالذات. يعني الفيدباك الخاص باول حفلتين بالفعل انتهوا، حفله النجم والفنان مدحت صالح، وطبعا كانت حفله لايف مع الاعلاميه القديره الاستاذه منى الشاذلي، وحفله الكينج محمد منير. الصدى بتوع اول حفلتين شفنا امبارح كمان المتابعه والفيديوز، وقلنا لكل المتابعين اللي بيحبوا يتابعوا كل فعاليات المهرجان اول باول طبعا يقدروا يتابعوا ده من خلال قناة يو لايف اللي اطلقتها شركة المتحدة للخدمات الاعلامية. تعليقك ايه وشفتي صدى الحفلتين دول ازاي؟ انا شفت يعني فرحة على وشوش الناس، هي فرحة مش انبساط، يعني ما اعرفش في فرق كده، الواحد ممكن يبقى مبسوط بس لا، في فرحة، في بهجة، في بوزيتيف انرجي في المكان، ما اقدرش اقول غير كده. وانا عايزه انهي بجد ان في كم من البوزيتيفيتي والايجابيه حوالينا مخليه كل حاجه بتطلع حلوه، وبالتالي مخليه الناس مبسوطين، سعداء، فرحانين، في بهجه في وشهم. فزي ما شفنا امبارح واول امبارح، الناس سعيده وفرحانه ومبسوطه، وهم بصراحه وكانت منظمه جدا وكل حاجه مظبوطه، يعني كل حاجه على المسطره، على المسطره زي ما بنقول. الحقيقه انه اطلاق المهرجان في نسخته الاولى زي ما حضرتك كنت بتقولي في بدايه الكلام، انه اداره المهرجان والمسؤولين والقائمين على المهرجان قرروا اطلاق المهرجان، وبعد كده في النسخه الثانيه يكون في تطور، وان يكون في زياده، وان يكون في اضافه للفقرات وللحفلات اللي مش موجوده. شفنا السنه اللي فاتت فكره رائعه وهي مهرجان الدراما. مهرجان الدراما كان متواجد في مهرجان العالمين، وتيجت من الافكار الرائعه جدا. هل ممكن خلال النسخ القادمه نشوف افكار فعلا بتزود كمان الجانب الفني وبتجذب الانظار علشان يكون في كمان اقبال اكتر من الجانب الفني والقوى الناعمه للمهرجان؟ والله انا شايفه اصلا من دلوقتي ان احنا كل يوم بنكتشف حاجات جديده، وفعلا بينزلوا حاجات جديده ما كناش في الاول عارفينها. لكن اقدر اقول لك مثلا ان هيبقى في عدد من المسرحيات لا باس بها وحلوه جدا، ما اقدرش اقول عليها حاجه دلوقتي، لكن الناس هتتفاجئ بيها، هتشوف حاجات حلوه جدا. زائد ان المهرجان بتاع نبته برضو هيبقى فيه جزء دراما للاطفال، فده برضو جزء حلو. احنا شايفين ما شاء الله الاطفال اليومين دول يعني سابقين سنهم. صحيح. يعني ادينا شايفين، عايزين يعني بس اللي يكتشفهم، عايزين ده هم مكتشفين خلاص. فهو فعلا هيبقى في السنه دي المسرحيات هتدخل في المهرجان وهتبقى حلوه جدا، ومع الاطفال والدراما بتاعت الاطفال هنشوف حاجات جديده، هنشوف حاجات اكتر واكتر ان شاء الله. استاذه رشا نورتينا، شكرا جزيلا لوجودك معانا. هنسيبك تسعدي وتفرحي بالنجاح الباهر، وحلو قوي لما المسؤولين بيكونوا تعبوا ويبتدوا ان هم يجنوا ثمار النجاح ده على مدار فتره المهرجان. دي حقيقه. انا عايزه اقول حاجه بس اخيره على بناء على كلامك ده، فعلا انا واحده جايه من الجونه على فكره، انا عايشه في الجونه وشغلي في الجونه، لكن لما جات لي الفرصه
ما ترددتش ثانيه ان اجي من الجونه لغايه العالمين عشان ابقى موجوده هنا واقدم الشغل وكلنا نبقى في ايد واحده ونطلع احلى حاجه. طبعا وهو ده المعتدين عليه من كل المصريين والمسؤولين والمتخصصين في جوانب كتير جدا، فاهمين فيها دارسين فيها عارفين بيمسكوا انهي ملفات اللي في الاول وفي الاخر علشان ننجح مهرجان يليق باسم بلدنا بالزبط. الحبيبه مصر، مهرجان العالمين الجديده بالزبط. شكرا جزيلا لوجودك معنا. ميرسي ليكي، ميرسي جدا ليكي. شكرا مشاهدينا، وصلنا مع حضراتكم لنهايه حلقتنا من صباح اون تايم، كنا متواجدين معاكم من مدينه العالمين الجديده، مدينه السحر والجمال، من اول ايام مهرجان العالمين الجديدة في نسخته الثانية. هنتابع معاكم وهنعيش فعاليات المهرجان خلال الأيام القادمة بكل تفاصيلها. كنت سعيدة جدا بوجودي معاكم النهاردة، فرح علي من داخل مدينة العالمين الجديدة في برنامج صباح أون تايم. يتجدد لقائنا دائما عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس، ويومكم خير وسعادة وفرح.